طيب مدام معالي، رأيك ايه في موضوع ان الطريق يعرف يشوف اولاده هو اوريدي ويستضيفهم؟ بيشوفهم برؤية 3 ساعات في الأسبوع. أنا الفكرة بس إن يعني هي سيادة النائبة قبل ما تطلب حقوق الأب تطلب منه حقوق ولاده عليه. هي بس على دلوقتي فكرة هي قالت الكلام ده، هي قالت ان هو مش هيعرف يستضيفهم غير وهو مكمل كل المصاريف اللي المفروض يصرفها. لو هو ايه اللي يضمن؟ ايه اللي يضمن الكلام ده؟ قال لنا ان الكلام ده يستحق 300 جنيه. وبعدين عايزة اقول لك على حاجة، في المحكمة هو دول مقصود يعني ولا ايه؟ لا، وعايزة اقول لحضرتك على حاجة، 350 و100 جنيه و150. المحكمة بتحكم حسب الدخل اللي انت بتثبتيه او لا. الدخل ده بيتلاعب فيه عادي جدا على فكرة، سهل قوي ان هو يلعب في المرتب بتاعه. اي امين شرطة بيتلاعب في الموضوع جدا، ما فيهوش كلام الموضوع ده. وبعدين انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، قبل ما يرفع رؤيه انا كنت بديهم له يومين في الاسبوع لوحدي. اوكي، لوحدي يعني عشان انت كنتي مطبقه الاستضافه لوحدها بالظبط، لان ده حق الولاد، مش عشان وعشان الولاد يبقوا حاسين بباباهم وان باباهم ليه دور في حياتهم. وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا يوم ما طلبت ان هو يدفع مصاريف مدرستهم كده انا اجرمت، خدهم وخطفهم ونقلهم من مدرستهم وسفرهم اسكندريه، قعدهم مع طالق مع مراته الجديده واهلها، وكان هو قاعد هنا وبيسافر لهم ويك اند. ده اب امين ان انا اسلم لاولادي؟ يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني هو كان قاعد هنا بيشتغل في القاهره وسايب ولادك مع مراته واهلها؟ بالظبط كده. وانا قعدت 4 شهور ما اعرفش عنهم حاجه، وقعدت 4 شهور ما اعرفش عنهم حاجه، ورجعتهم بحكم حضانه. اضمني لي بقى ان انا لما اديهم له يومين في الاسبوع ان الولاد هيرجعوا لي. ايه اللي يلزمه بكده؟ ايه الضمانات اللي انت طالباها؟ الضمانات اللي انا طالباها ان هو يتحط عليه، يعني يتحط له قانون ان هو في حاله لو ما رجعش الاولاد يتحبس. لكن انا استلمهم على ايد حد، يعني في حاجه تثبت ان هو زي ما انا دلوقتي كل اسبوع واحنا بنفكر في مصلحه الصغير هنروح الاسم كل اسبوع بيه نجيبه ونوديه كل اسبوع. لا معلش، يعني انا دلوقتي بحكم الرؤيه مش عارفه هنعمل ايه عشان نثبت، يعني في حكم الرؤيه دلوقتي انا بمضي ان انا بروح وبمضي يعني انا مش هنروح الرؤيه نمضي هناك ونرجع ناخدهم، يعني انا مش فاهمه. لا وبعدين الرؤيه يا ريت يعني يكون يعني يعمل هو حاجه علشان احنا نوري له الولد. طيب وبعدين هو ما بيصرفش، يدفع علشان احنا يعني نوري له الولد. ما بيصرفش على اولادك خالص؟ بقى لي 4 سنين متطلقه ما صرفش جنيه، وبابايا ربنا يخليه لي هو اللي متكفل بالولاد. هو ليه ما ليه احنا عندنا كده مش فاهمه في مصر؟ ليه معظم الرجاله، مش كل الرجاله، في رجاله رجاله بجد وفي رجاله مش عارفه ربنا يعينهم على نفسهم، ليه ما بيحصل طلاق ما بتصرفوش على اولادكم؟ مش فاهمه ليه ما الرجاله بتطلق. وحتى المحكمه لما بتحكم لما بيبقى عايش معاكي بيصرف عليهم، وحتى المحكمه لما بتحكم بمبلغ على فكره بيقدم نقد وبيقول ان هو مثلا لا انا بصرف على والدتي، لا اصل انا متجوز جوازه تانية وبصرف. طب انا ذنبي ايه؟ انا ذنب ولادي ان انت رحت اتجوزت وخلفت، هما دول مش ولادك، واقل حق يعني عليك ان انت تصرف عليهم. طبعا طبعا يبقى طبعاً. انت هتحملني ذنب ان انت رحت اتجوزت؟ وانت هدير برضو ما بيصرفش على. بصي انا مش عايزه اتكلم بشكل شخصي خالص عشان فعلا مش عايزه اسيبني خلاص، وانا هحترم ده تمام، انما انا عايزه اتكلم بشكل عام عن ان قبل ما نتكلم عن نسبه 5% اللي بيطالبوا اصلا اللي رافعين الرؤيه 5%، نتكلم عن 83% اللي رافعين نفقه. يعني بتهيألي من باب اولى يعني لما نحل ازماتنا الاول في ان الام، مين اي ام تتصل بينا بس تقول لنا انها خدت الشقه مثلا تعيش فيها؟ خالص خدت الشقه، كلنا قاعدين عند اهالينا يعني هو لا صرف عليه ولا اداله الشقه اللي يعيش فيها وجاي يقول انا عايز اخده. ايوه ايه يعني على وبعدين اساس ايه النفقه يعني؟ اللي بناخدها 500 جنيه دي اللي بتتحسب من بنك